الفيلم ما كانش له خطة مبنية، وحقيقة هو يمكن أخد وقت في البوست برودكشن أكتر شوية مما كنا إحنا متخيلين منتظرين. أخدنا وقت أكتر في المونتاج عشان يطلع كويس، أخدنا أكتر في الموسيقى، يعني ما استعجلناش، خلينا الدكتور خالد داغر ياخد وقته عشان يعمل بمزاج. تصحيح الألوان احنا افتكرنا ان احنا هنعمله في مصر، هنا عملناه في اسبانيا، فبالتالي الموضوع اخد وقت. هو حقيقة الفيلم كفيلم جهز من حوالي اسبوعين ثلاثة، يعني النسخة بتاعته جهزت من اسبوعين ثلاثة. لو انا بقى عايز اشارك لازم استنى اكتوبر نوفمبر كده، انا اكتوبر نوفمبر عندي افلام تانية، يعني انا داخل تصوير حاجات تانية، فقلت لخالد خلاص يعني بلاش احنا نخش في المهرجانات كعرض اول، انما احنا هنعمل الفيلم، المهرجانات اللي عايزاه بعد كده ممكن تاخده في سياق العروض العامه بتاعتها. يعني هو دي كان الهدف، يعني الفكره الاساسيه، يعني ومش من النوع ان انا عايز استنى 8 اشهر، ما اقدرش استحمل، انا عايز اشوف الناس هتقول ايه على الفيلم بعد الشغل اللي عملناه، ببقى متحمس اكتر، فما بحبش استنى 6 7 اشهر كده، حلاوتها في حموتها بتهيألي يعني.